أبو فيصل، نعم أنت عندك تقول سالفة ولها قصيدة، لو تسمعنا تسمع خالد. والله عندي سالفة وقصيدة، فيها قصيدة للشاعر عادي المذرع المطيري. في قديم الزمان كان الشاعر عادي المذرع مربعا مع الأمير محمد بن مشاري بن مصيص، وكان محمد بن مشاري زعيم عرب بدو، وأبوه مشاري بن مصيص زعيم عرب ثانين، فالكل منهم على حذاء، وربع معه. جاء وقت المقطان وقطن الأمير محمد بن مشاري مصيص على عد يسمونه الحدق، وقطن معه الشاعر عادي المذرع. وبعدين الحدق ما كفاهم بلمة ماه قليل، وأركب ركائب إلى أمير حايل يطلب فيه عد يسمونه الشعيبات، وفيه ماء غزير ويكفيهم. وبعد ما أخذوا الموافقة منه شدوا من الحدق محيلين للشعيبات. قال عادي المذرع: أنا والله ماني راح للشعيبات، أنا بروح للوقبة. والوقبة كان يقطنها الأمير مشاري بن مصيص. الوقبة شنو؟ الوقبة عد للبدو. الوقبة يقطنها الأمير مشاري بن مصيص، والأمير نايف بن قطيم ومنيف بن قطيم كانوا يقطنونها. فرحل الشاعر عادي المذرع إلى الوقبة ونزل عليهم هناك. وفي أحد الليالي جاه الشاعر المعروف حنيف بن سعيدان وسير عليه وقال: يا عادي المذرع، صحيبك محمد بن مشاري وين قطن هالسنة هذه؟ فأخبره، رد عليه بهذه القصيدة يقول فيها، يقول: هات الدلال وقلطوهم بالأنصاف، وسولنا فنجال نشقر نقاوي، تراي عقب محمد انواف الأوصاف، سبع ليال ما شربنا القهاوي. تراي عقب محمد انواف الأوصاف، سبع ليال ما شربنا القهاوي، ما غير يزرقني هواجيس وخفاف، أتوق مثل اللي عن الدرب غاوي، سوات من مثلي على الشوخ ميلاف، اللي صار عنهم في ديار النحاوي. سوات من مثلي على الشوخ ميلاف، اللي صار عنهم في ديار النحاوي، رتبوا على هجن أصيلات وخفاف، طالت اخطاهن زاهيات المزاوي، لتسن حديهم عن العد وقاف، اقفض عن ما بين هاوي وغاوي. يا وي ربع قدم عوجات الأسلاف، اللي يتثر صوتا خاوى العزاوي، اللي يوايق الصايع على راس مشراف، رتبوا على قبل مهار العلاوي. يفرح بهم ذود على الصوت ميلاف، رعيه ضر عقره للنخاوي، رجالهم يفتن على كل الأصناف، قطاع لو تكثر عليها اللقاوي. وسلامتك والمشاهدين. الله يصحى لسانك. وفصل، أنت عندك سالفة فيها نكتة شوي. والله السالفة هي سمعت أنا عدة مرات منك، يعني السالفة لعلي الصفراني. ايه؟ شوي مضحته. ما خال علي الصفراني ايه؟ شاعر ومعروف، شاعر وسفيف هو، ودائما يسوي عيارات. يقول عاد يسوي لفها لي هو، يقول: أنا جيت في قيصريات في الطائف، مثل ما تقول مخزن بضايع تغذية، مواد غذائية. ايه؟ يقول: نزلني دريولي، يقول وقفت أنا لابس النظارات، يقول: والله سمعت، يقول: أنا عند القيصريات قريب، ماني بعيد عنها. يقول: واسمع صوت الونيت يرجع قري، يقول: أعرف الصوت، يقول صوته، يقول إيه، يقول أعرف أنه راجع قري. يقول: يوم سمعته قال وأنا طلع عيدي، قال ذرى الونيت سواق بدوي ومشى على شارتي، يقول: تروح ارجع امش روح. يقول: والله ما درى الوليت، يقول دش على الدكان وهله، يقول رجم المعلبات، يقول يوم حيث الضربة قلت له أوب بس، يقول قال بس، قال يحول علي بالعقاب، قال وقم يطقني يا أبوك والله عمى ما أشوف، قال عمى تقص علي، تخليني أدعم دكان الناس. شاف على النظارة يحسب الناس. إيه شاف على النظارة. والله للشرطة جايين يفتكونه، يقول ودوني الشرطة، يقول غرموني 70 ريال مخارة، قالوا لا عاد تعودها. الله يسلمك. ونكات.